السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشاركين الحاليين والمشاركين المحتملين الجدد، ونواصل مواضعنا فيما يتعلق بانضدام القانوني للتاجر. وقلنا أن هناك أنشطة تجارية بطبيعتها في مقابل أنشطة تجارية شكلية، والأنشطة التجارية بطبيعتها تتمثل في الأعمال التجارية البرية بطبيعتها أيضا، وهناك أعمال تجارية بحرية وجوية. وهذه الأعمال التجارية البحرية البرية بطبيعتها هي أنشطة تعرف بالأنشطة التجارية المرتبطة بالتسويق والتوزيع، وبأنشطة تجارية مرتبطة بالتصنيع، إلى أنشطة تجارية مرتبطة بالخدمات. وهناك أنشطة تجارية الشكلية، كنا أنها كتمثل في الكمبيالة والسند بالأمر والشركات التجارية. وشفنا في الأنشطة المرتبطة بالتصنيع في الحصة السابقة تنقيب عن المناجم والمقالع واستغلالها، وأيضا غنشوفوا في هذا المحور ديال الأنشطة التجارية المرتبطة بالتصنيع غنشوفوا النشاط الصناعي والحرفي. وفي الحصة المقبلة على أن نرى آخر إحدى الأنشطة التجارية المرتبطة بالتصنيع هي الطباعة. إذا فيما يتعلق بالنشاط الصناعي والحرفي، عموما يمكن أن نعرف الأنشطة التجارية المرتبطة بالتصنيع هي تلك الأنشطة التجارية المرتبطة بالتصنيع هي كتتعلق باستخراج المواد الأولية وتصنيعها، وكيرتبط هذا بالأنشطة ديال التنقيب عن المناجم والمقالع واستغلالها، والأنشطة الصناعية والحرفية كما قلنا، وأخيرا الأنشطة الصناعية. والنشاط الصناعي الحرفي والحرفي يقصد بالنشاط الصناعي عموما هو تحويل المواد الأولية أو المواد نصف المصنعة إلى سلع معدة لاستهلاك الجمهور. وقد تعتبر هذه الصناعة عملا تجاريا لأنها تقوم على المضاربة، إذ يقوم الصانع بتحديد ثمن البيع بمراعاة تكلفة التصنيع بما فيها الأجور، بالإضافة إلى هامش الربح الذي يسعى إلى تحقيقه. ولأنها تقوم ثانية على عنصر التوسط في التداول، إذ يتوسط الصانع بين العمال الذين يصنعون السلع مقابل أجر والمستهلكين. والنشاط الصناعي هو العمل الذي يتم على الشيء، سواء كان هذا الشيء من إنتاج الشخص القائم بالعمل أو مشتري من طرفه من لدن الغير، أم كان مسلما إليه من قبل شخص أو أشخاص وآخرين. يقصد أو بقصد أن يعمل على تحويله لحسابهم. ولا تقتصر الصناعة كنشاط تجاري على ما ذكر هذا، وإنما تشمل أيضا جميع أعمال الإصلاح والصيانة، كإصلاح الآلات والسيارات مثلا، وكتعتبر كما بل كان كيشترط في عملية التصنيع في ظل النص القديم أن تقوم المضاربة على عمل الغير، أي أن تقوم على استخدام يد عاملة مأجورة بقصد جني الربح من خلال منتجاتها، وذلك لتمييز مقاولة التصنيع عن العمل الحرفي الذي تعتبر هو عملا مدنيا لعدم توفر عنصر المضاربة على عمل الغير فيه. وانطلاقا من أن الحرفي أو الصانع التقليدي إنما يمارس عمله لحسابه الخاص، معتمدا أساسا على جهده وعمله الشخصيين وليس على المضاربة على عمل الغير، ولكونه حتى وإن استعان في بعض الأحيان ببعض العمال أو استخدم بعض الآلات البسيطة، فنشاطه يظل معتمدا على عمله الشخصي وعلى مهاراته. لكن بالنظر إلى عنصر الزبائن في المحلات الحرفية، هو أقرب ما يكون إلى مثله في الأصول التجارية. وسعيا من المشرع إلى تطوير القطاع
الحرفي بما فيه قطاع الصناعة التقليدية عن طريق تمكينه من الاستفادة من وسائل العمل التجاري التي تتسم بكفاءة أو بكفاءة أكثر، فهو قد مد الصفة التجارية إلى العمل الحرفي بمقتضى الفقرة الخامسة من المادة السادسة من مدونة التجارة، التي أصبحت تنص على أنه تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية والاحترافية للأنشطة التالية: أولاً، كي تعتبر النشاط الصناعي أو الحرفي، حيث أصبح النشاط الحرفي من قبيل الإسكافي أو الحلاق أو الخياط التقليدي وغيرهم. فقلنا أصبح النشاط الحرفي من قبيل هادو نشاطا تجاريا في حد ذاته، بصرف النظر عن اقترانه من عدم بعمليات تداول سلع، وأصبح القائمون به تجارا يخضعون لنفس التزامات التجار، كالالتزام بالقيد في السجل التجاري ومسك محاسبة منتظمة وفتح حساب بنكي، وكذلك خضوعهم لنظام معالجة صعوبات المقاولة. وفي المقابل، كي تعترف لهم بنفس الحقوق التي يتمتع بها التجار كحق اكتساب الأصل التجاري وخضوع الحرفي لإحكام ظهير 24 مايو 1955 المتعلق بكلاء المحدات المعدة للتجارة أو الخدمات، عفوا، للتجارة أو الصناعة أو لنشاط حرفي. إذا قلنا إن جاءت مدونة الفقرة، بل الفقرة الخامسة من المادة السادسة من مدونة التجارة، اللي كتنص على أنه كي تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية، سواء النشاط الصناعي أو الحرفي، حيث أصبح النشاط الحرفي من قبيل الإسكافي أو الحلاق أو الخياط التقليدي وغيرهم نشاطا تجاريا في حد ذاته، بصرف النظر عن اقترانه من عدم بعملية تداول السلع، وأصبح القائمون به تجارا يخضعون لنفس التزامات التجار، كالالتزام بالقيد في السجل التجاري ومسك محاسبة منتظمة وفتح حساب بنكي، وكذلك خضوعهم لنظام معالجة صعوبة المقاولة. وفي المقابل، كي تعترف لهم بنفس الحقوق التي كيتمتع بها التجار كحق اكتساب الأصل التجاري وخضوع الحرفي لإحكام ظهير 24 مايو 1955 المتعلق بكلاء المحلات المعدة للتجارة أو الصناعة أو لنشاط حرفي. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية العرض. أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وإذا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد على أن نواصل مواضيعنا في القريب، مع الرجوع إلى قناة يوتيوب جعفر تغزلي لإعادة الحصة أو متابعتها. شكرا لكم، بالله التوفيق والنجاح، دمتم في رعاية الله وحفظه.